واش الخوت كديرين بخير؟ لاباس عليكم. اليوم غنشارك معكم واحد الفيديو مختلف بزاف من مدينة التمارة بالضبط في هرهورة. البلاصة هذه صوبوها جديدة. كيف كنعرفوا ان في هرهورة كتعرف واحد الاشغال كثيرة، واحد الاصلاحات بالنسبة للطرق، بالنسبة لكورنيش ديال الكازينو، ان في هرهورة كتعرف واحد الاصلاحات كبيرة. دزت بالي واحد البلاصة زويونة بغيت نشارك معكم، داروا هنايا ملاعب القرب، بغيت نشارك معكم وتشوفوها ونتقاسم معكم. اصدقاء ديالي ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش الاشتراك في القناة ولي كومنتير. مرحبا بكم وفرجة ممتعة. كيف كتشوفوا معايا الخوت في الفيديو، هرهورة تعاودت كاملة في الإصلاح بالنسبة للتوسيع ديال الطريق، بالنسبة للإنارة، بالنسبة حتى المساحة الخضراء خدامين عليها، وداروا حتى ملاعب القرب ديال كرة القدم، وزادوا حتى تجهيزات خاصة بالرياضة. بصراحة الواحد إلا ما جاش لهرهورة مدة هذه غادي يلاحظ الفرق وتغير عليه بزاف. بصراحة سيصلحوها وتهلاو فيها بزاف. اجيو معايا نشوفوا التجهيزات الرياضيه اللي داروا في هرهورة. بصراحه داروها زوينه في هذه البلاصه بالنسبه للشباب اللي بغاو يمارسوا الهوايه ديالهم ويتريدوا مع راسهم، حتى يعني الواحد اللي بغى يمارس السبور ديالو المشي ولا يجري. بصراحه هذه البلاصه هذه صوبوها زوينه وتهلاو فيها. كيف كتشوفوا يعني خدامين في المساحه الخضراء، وان شاء الله من هنا لقدام كل شيء غادي يتقاد، وحتى المساحه الخضراء تخضر وتولي الدنيا زوينه. ونشارك معكم ان شاء الله من تكمل الاصلاحات في هرهورة. كيف كتشوفوا معي في الفيديو، داروا تجهيزات رياضيه خاصه للشباب فين يمارسوا الهوايه ديالهم وفين يلقاو فين يفرغوا الطاقه ديالهم. نتمنى من الشباب يحافظوا على هذه التجهيزات الرياضيه بصراحه، حيت ما خاصهاش تضيع. خوتي الاعزاز، تهلاو ليا في راسكم. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في بلاصه جديده خرجه جديده ان شاء الله. ما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم ولي لايك، وما تنساوش تفعيل الجرس. تفعيل الجرس هو اللي غادي يخليكم دائما توصلوا بالجديد ديالي. تهلاو ليا في راسكم، وان شاء الله نتلاقاو في بلاصه اخرى.